صباح الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة للجميع في عدد هذا اليوم من برنامج ضيف الصباح. أسعد فيه باستضافة الرئيس المدير العام لمجمع سون الغاز سيد شهاب الخراس. صباح الخير سيدي الشريف، سعدنا كثيرا باستجابتك لدعوتنا. صباح الخير، وأنا كذلك جئت مسرور يعني بهذه الاستضافة، وأشكر قناة الإذاعة الأولى. شكرا. سيد شهاب الخراس، يواصل الطلب المحلي على الطاقة في الجزائر مساره التصاعدي، كيف يسهر المجمع على الاستجابة لهذه الوتيرة؟ أولا اسمحي لي بهذه المناسبة الهامة، لأن هذه الحصة كما تعلمون تتزامن مع الذكرى الخالدة والذكرى المجيدة لاندلاع ثورة 1 نوفمبر، وباسمي الخاص وباسم كل عمال المجمع نقف اليوم وقفة إجلال ووقفة إكبار لكل المجاهدين والشهداء رحمهم الله، اللي كانوا مجندين من أجل تحرير هذا البلد العزيز على قلوبنا. وأتمنى كذلك لكل الشعب الجزائري عبر هذا المنبر الصحة والعافية، وأن يرفع الله عز وجل علينا هذا البلاء والوباء. شكرا جزيلا لك، وأن ثمر من ثمرات هذا الاستقلال على الجهد الكبير الذي تبذله سيد الخراس. شكرا. فيما يخص السؤال الذي طرحته سيدة الفضيلة، هي سون الغاز كما تعلمون يعني مجندة منذ يعني عدة سنوات في إنجاز مخططات استراتيجية ومخططات تنمية كل يعني المنشآت الطاقوية، من أسطول الإنتاج، من شبكات النقل، وحتى التوزيع فيما يخص طاقات الغازية والكهربائية. وبطبيعة الحال عندنا كذا مخططات في 5 سنوات ومخططات سنوية. كما تعلمون الدلوة في الصيف يعني كبيرة، وإن بخاصة يعني بالمكيفات الهوائية اللي ترفع الطلب إلى دلوة كبيرة يعني في الصيف القادم. كانت هناك دلوة تاريخية اللي تجاوزت يعني 16500 ميجاوات، وكنا جاوبنا معها يعني بكل الصيف الفائتة بطبيعة الحال. يعني كل سنة هناك يعني طلب متزايد، والمخططات تتماشى مع هذا الطلب باستباقيه، بنظره استباقيه والانجازات استباقيه في هذا المجال. ونظن حتى في ظل الكوفيد يعني في ظل الوباء كان هناك يعني مخططات اتت يعني نجاعاتها يعني بكل اريحيه، ويعني حتى المخططات تدخل الفرق على التوازي. يعني ما يكفيش ندير استثمارات باش نواجهوا الطلب، لازم يكون هناك هذوك الفرق مجنده من اجل التدخل وتصليح الاعطاب وإعداد كل يعني قطع الغيار وكل يعني المخططات اللي لازم نكونوا يعني نلبيو بسرعة. يعني ممكن يكونوا أعطاب هذه الشبكة، هذا منظومة كهرباء على غرار كل يعني البلدان، ولكن يعني بصفة عامة يعني عدا بعض يعني المشاكل في بعض المناطق اللي كنا حصيناها، كذلك نقاط ضعف كنا حصيناها ورانا نعالجوا فيها تدريجيا باش نمشيو تحسين النوعي، خاصة لأن يعني اليوم الحمد لله الكمي موجود النوعي فيما يخص نوعية الخدمة وتحسين أداء المرفق العام بصفة عامة، وهذا أساس ترتكز عليه ومحور أساسي استراتيجية جديدة فيما يخص النظرة الاستشرافية للمجمع. هناك نقاط ضعف كبيرة سي بوخال؟ يعني في يعني رانا نخدموا عليها تدريجيا. نظن بكل صراحة يعني مقارنة بالسنوات الماضية التحسن ملحوظ، وهذا بشهادة يعني الجميع. يعني نتنقل أنا يعني كثير في الولايات، يعني منذ يوم كنت في ولاية أم الباقي، وكنت كذلك زرت أكثر من 20 أو 25 ولاية. يعني كنت جاوب مع تقرب من المواطنين من الزبائن السلطات المحلية. يعني كاين يعني بكل صراحة كاين استحسان كبير للمجهودات اللي تقوم بها المجمع بصفة عامة عبر الفروع، و يعني والناس تلاحظ في تحسين نوعية الخدمة. وما يخفاش بلي هذا المسار هو كذلك طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لأنه في كل مرة يصر على تحسين تأدية المرفق العام. ونظن الطاقة الكهربائية أو الطاقتين الكهربائية والغازية يعني كمحور أساسي ترتكز عليه التحسين وتأدية المرفق العام على غيرها كل مرافق أخرى اللي يحتاجها المواطن خاصة يوميا. نعم، ما هو حجم الدعم الموجه لسعة الكهرباء في الجزائر سيد شهاب الخراس، خاصة أن رئيس الجمهورية يؤكد كثيرا على الطابع الاجتماعي للدولة، كيف تتصورون لاحقا العودة إلى الأسعار الحقيقية؟ هو اليوم ما يخفاكش بلي هاد القرارات الأسعار هي من صلاحيات
الدوله والسلطات العليا للبلاد، ولكن شنو نقولوا اليوم انه سعر الكهرباء هو مدعم كثير. نعطيك رقم فقط، سعر الكهرباء اليوم في الجزائر يعادل 27% المعدل الاوروبي، معناتها سعر المعدل الاوروبي للكهرباء 4 أضعاف السعر في الجزائر. يعني الدوله تقوم بمجهود كبير عفوا فيما يخص دعم هذه الطاقتين الحيويتين، وهو السعر اللي في العالم الاخفض نظن، يعني مرانا بلد او اثنين فقط، يعني من بين الاسعار يعني منخفضه جدا، ومنذ اكثر من 15 سنه هذه الاسعار لم تتراجع وفي نفس الوقت ولم يتم تحيينها، والدوله تواصل هذا المجهود. رانا في اكثر من ضعفين او 2.5 يعني باش نكون يعني في على مستوى يعني توازن المحاسبات، يعني ليكيليبر بيجيتير، يعني لازم نمشيو حتى لضعف او اكثر، يعني باش تشوف الحجم يعني تاع دعم الدوله فيما يخص سعر الكهرباء على تجاوز الاعباء تتزايد. لان كل هذا مخطط الاستثمار لازم يكون فيها تموين، لازم لاي تتزايد لاكتواليزاسيون، لازم تحيين. نظن كل هذا الامور تؤخذ بعين الاعتبار باش المواطن يعرف اللي الدوله تقوم بمجهود كبير من اجل دعم الكهرباء وكذلك الغاز. هل في نظرك هناك علاقه بين السعر وتزايد الاستهلاك كسيد شهاب الفاس، وما هي سبل ترشيد الطاقه في الجزائر خاصه الكهرباء؟ بطبيعه الحال طرقت منذ الحين تزايد الاستهلاك يعني استثمار متزايد في المنشات الطاقويه والبنى التحتيه فيما يخص مؤسسات الانتاج وحتى في النقل وكل المنشات الاخرى، وهناك لك اعباء استغلال صيانه. الكهرباء والغاز هي طاقتين مكلفتين جدا في من اجل الانتاج على انجاز الاستثمارات وكذلك استغلالها، تكلف كثير يعني في كل يعني الشركات في العالم هذه التكلفه من اجل يعني باش يوصل حتى يعني للزبون النهائي والمواطن كاين تكلفه كبيره، لانه ما يكفيش انك يعني تضغط على الزر ولا تحكم التيليكوموند يعني باش تشوف التلفاز، وراء هذيك التيليكوموند وراء هذاك الزر كاين انتاج، كاين محطات، كاين محطات تحويل، الضغط العالي المتوسط والمنخفض حتى يتصل الى المنزل. كاين هناك رجال، كاين نساء تشتغل ليل ونهار 24 ساعه، وهذا هو اللي مد خصوصيه الكهرباء خاصه. وما يخفاكش باللي هي، وهذا لازم نشيروا ناكدوا عليه، هي طاقه غير مخزنه، لازم العرض يساوي الطلب. وكان هناك 50 هرتز يعني كيما القلب النابض، يعني 50 هرتز اللي هو لا فريكونس اللي نراقبوها ليل ونهار عبر منظومه الكهرباء. كون تهبط تحت 48 فقط يكون هناك المشكل، يعني نعالجوها لازم الطلب والعرض على التوازي وفي نفس الوقت. هذا هي اللي يخليها يعطيها خصوصيه هذا التسيير هذه الطاقه ويعطيها صعوبه اكثر ومعقده. ما هي سبل ترشيدها الان؟ حنا في كل مره يعني كنا يعني نديرو راح نقوموا بحمله في الاسابيع القادمه في ما يخص ترشيد الطاقه الكهربائيه، طاقه جيده بالفعل بالطبع، ولكن كان هناك يعني بكل صراحه يعني ما كانش هناك يعني ترشيد لهذا الطاقه في الاستعمال، لان عبر هذه الطاقه هناك غاز، هناك يتحول، هناك كذلك اعباء كثيره، يعني كي نرشدوا الطاقه راح يكون هناك انعكاسات جيده. ونظن ترشيد الطاقه يدخل في اطار السياسه الجديده كذلك الانتقال الطاقوي بصفه عامه في الشق الخاص بالاستعمال الراشد للطاقه الكهربائيه. نعم، هناك ايضا هناك كذلك يعني بعض الفاعلين يشتغلوا في هذا الميدان ترشيد الطاقه، مثل لابريو، مثل كذلك حتى الوزاره الانتقال الطاقوي راح تشتغل في هذا المجال في ديناميكيه جيده. نظن بتواصل الجهود يعني على جميع الاصعده وبتحسيس المواطنين نظن راح يكون التجربه. كان هناك حديث عن العداد الذكي سيد شهاب الفراس. اليوم عندنا العداد الذكي راحوا في مرحله يعني المخبر راحوا يعني على وشك الانتهاء في فرع IMC في العلمه فرع سوهاج الغاز، راحوا بروتوتيب يعني راح نمشيو في مرحله تاع نديروا يعني دي سي بيلوت يعني بعض المناطق التجاربيه، منطقه في الجنوب ومنطقه في راح تكون سيدي عبد الله في الجزائر هنا، ورايحين نجربوه ونشوفوا يعني التكلفه كذلك، لان ما يكفيش هذا الجانب التقني الحمد لله متمكنين فيه، واشتغلنا مع لي ستارت اب كذلك بخبرة جزائريه داخليه في المجمع وخارجيه كذلك، يعني رافقتنا في هذا السياق، و
وهذه كتدخل في السياسه تاع المؤسسه الانفتاح خاصه وتشجيع كل المبادرات يعني تاع لي ستارت اب خاصه. اليوم عندنا هذا العدد كان منذ اسابيع اللي قدموه لي انا شفتو هذا راه ورانا ماشيين دونك مزالو لو بروف ديوسي ومن بعد نمشيو في مرحله ثانيه اللي تعميم وتدريجيا حتى نشوفوا حسب التكلفه والاستعمال تاع واش هما الاستعمال الاولويات يعني اللي نبداو بالزبائن يعني الكبار نمشيو تدريجيا راح يسمح لنا يعني كذلك نمشيو في 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 عصرات المجمع خاصه في ما يخص التوزيع او نشاط التوزيع خاصه. سي شارب خلاص خلال الجائحه الصحيه قدم مجمع سوق الغاز عرض استثنائي هو اجتماعي بامتياز لفائده الاسر لتعليق قطع التيار الكهربائي، وكان هناك ارجاء لتسديد المستحقات. كم بلغ ديون الشركه وهي ما هو البرنامج المسطر لتفعيل التحصيل؟ واولا اسمحي نعود يعني لظروف هذا القرار. الظروف اللي خدينا فيها القرار كما تعلمون جاءت بعد قرار السلطات العليا للبلاد بكل تدابير صحيه لمكافحه الوباء. حنا كمؤسسة المواطنة مش ممكن نبقاو يعني على هامش هاد خدينا مسؤولياتنا كذلك، لأنه أولا جراء الحجر الصحي الناس كانت ماكتي في البيوت، أولا كانت عندنا يعني تحديات. التحدي الأول كيفاش نوزعوا الكهرباء والغاز باستمرار وبدون انقطاع، خاصة الناس كانوا ماكتين في البيوت ومرافقة كل القطاعات اللي تشتغل اللي كانت مجندة في مكافحة هاد الوباء يعني في بعد شهر مارس 2020. هذا اللي كان التحدي الاساسي. خدينا مجمل الاجراءات مع الناس الوقت يعني باش نطرقوا عليها بالتفصيل. كنا في كانت عندنا مناسبه ونتكلمت يعني على كل المخططات اللي مشينا فيها من اجل مكافحه الوباء على مستوى المجمع اللي اليوم نظن اثبت النجاح تاعها ونظن سيرنا الازمه باحكام فيما يخص تزويد المواطنين والمواطنات وكل القطاعات الاقتصاديه بالكهرباء والغاز في ظل الكورونا. وكنا منتظرين يعني تفاقم هذا الديون، هذا شيء طبيعي كي ناخذوا قرار نعلقوا قطع التيار كمؤسسة مواطنة. كنا منتظرين راح يكون تفاقم الديون، وفي نفس الوقت كان هناك مواطنين كانوا يسدوا بكل يعني ما دون أي مشكلة، كانوا يسدوا عاديا لأن فقط علقنا قطع التيار ليس تسديد الديون، يعني باش ما يكونوش هناك يعني خلط بين المفهومين. ثانيا الآن ديون لحقت حتى يعني ديروا تاع 200 مليار يعني دينار، وين كنا قبل الكورونا في حوالي ندورو في حوالي 60 اكثر من ثلاث اضعاف بطبيعه الحال، والثلثين منها يعني يخص يعني الزبائن العاديين والمواطنين. نظن الان راهي في منحه تنازلي تدريجي، والامور راح تدخل الى مجاريها تدريجيا. راح تاخذ لنا 6 اشهر او سنه اثرت يعني باش نكذب عليك نقول لك ما اثرتش على الخزينه، ما اثرتش على مدى يعني إمكانية المؤسسة في تمويل المشاريع، في كذلك مواجهة كل يعني المصاريف وكل الاستثمارات وكذلك الاستغلال قطع الغيار كما كنت طرقت منذ الحين. يتكلف كثير هذا التسيير منظومة الكهرباء وكذلك الغاز، ولكن بمرافقة الدولة كذلك نظن اليوم المشكلة راح يكون تدريجيا وان شاء الله في السنة القادمة راح يكون وراءنا. المهم الآن راهي في منحه تنازلي، المواطن راني يعني يخلصوا في الفواتير والمستحقات يعني بكل يعني بدون اي مشكل. خلينا بعين الاعتبار حتى يعني الجانب الاجتماعي في هذه المرحله الثانيه من اجل استرجاع هذه الديون، يعني المواطن يعني الدخل يعني منخفض، يعني مدي تعليمات صارمه في هذا المجال باش نرافقوهم على مراحل عده يعني بالتسديد بالتقسيط على مراحل على اشهر باش يرافقوا. يعني مش ممكن واحد عنده 5 أو 6 فاتورات راح ممكن يسددهم في نفس الوقت، راح يكون يعني شويه عيب حتى يعني على الدخل. يعني مشينا في هذا المجال، وكان قرار يعني مؤسسه المواطنه مش ممكن. كان بعض المواطنين ما كانش عندهم مدخول، جراء القرارات اللي اتخذت فيما يخص الهرب ما عندوش مدخول، لازم نرافقوه تدريجيا. الحمد لله اليوم نفس المؤسسات العموميه والقطاع الخاص، احنا نفس التسيير احنا حتى نجحت لقطع التيار، لانه في بعض الاحيان هذا هو الحل يعني اللي يعني من بعد ما نمشيو بدابور بتحسيس وكذا ولي يعني المراسلات يعني نلجؤوا لقطع التيار حتى لبعض المؤسسات العموميه، وراهم الكثير منهم راهم الان يخلصوا حتى الخاصه كذلك رفقناهم، خاصه يعني القطاعات اللي كانت مجنده في مكافحه الوباء.
سي شاد ورخاص مجمع سون الغاز من اكبر الشركات البحر الابيض المتوسط، كان مقدر حجم انتاج الكهرباء وما هي اهم المشاريع المنجزه في اطار توسيع شبكتي الغاز والكهرباء عبر الوطن؟ احنا اليوم يعني بكل مفخر يعني نقول باللي الان رانا مجمع سون الغاز رائد من على المستوى القاري، وكذلك عنده مكانه جيده على المستوى الاقليمي، ونترأس الجمعيه البحر الابيض المتوسط لمؤسسات الكهرباء والغاز، يعني على درايه بكل يعني الامكانيات اللي تسخر بها الجزائر ككل والمجمع والخطوه يعني العملاقه اللي قام فيها الجزائر وكل الانجازات في هذا المجال. نسبه الكهرباء تفوق 99%، توغل الغاز اللي رافق اللي يقارب 70-70%، واسطول انتاج لاكثر من 22000 ميجا وات. حجم الانتاج باش نجاوبك على السؤال اللي فوق 75 تيرا واتور، رانا نتكلموا الان بلي تيرا واتور. محطات كذلك فيما يخص الطاقه الشمسيه والطاقه عبر الرياح اللي تمشى في البرنامج الانتقال الطاقوي، انهم راح تكون راح يكون عندك سؤال بدون شك في هذا المجال، ممكن نتطرق يعني بالتفصيل لهذه القضيه. و عندنا كذلك توسع كبير على المستوى القاري من بين الثلاث المؤسسات الكبرى على المستوى القاري والافريقي. نظن هذا يمد سون الغاز مكانه جيده لولوج اسواق افريقيه. بالطبع نواصل المجهودات على الداخل على الصعيد الوطني، كاين هناك نقائص واعيين بها، نشتغلوا باش نحسنوا المرفق العام، وهذا من بين المحاور او المحور الاساسي ان لم اقل الاول اللي ترتكز عليه استراتيجيه المجمع. هما هناك ست محاور ممكن نطرقوا لهم. المحور الاول هو تحسين تدريجي اكثر فاكثر للمرفق العام والخدمه العموميه بكل المخططات اللي رانا نمشيو فيها، وسطرنا كذلك اهداف دقيقه شيفري. نظن الاستراتيجيه واضحه المعالم، واضحه المعالم. اليوم راهي مسطره على بالنا، عندنا البوصله ونمشيو من 2035 باش نخدموا على المدى القصير، على المدى المتوسط، وحتى على المدى الطويل. كاين هناك محور كذلك انتقال الطاقه ممكن نطرقوا ليه، كاين محور الرقمنه، كاين محور ولوج الاسواق الخارجيه، كاين محور ترشيد النفقات، كاين محور يعني لوبتيميزاسيون الاستثمارات، كيفاش نستثمروا بتكلفه اقل، وكذلك المحور الاخير والاساسي اللي يرتكز عليه كذلك هذا المخطط الاستراتيجي هو تنميه الراسمال البشري فيما يخص التكوين، لانه هو الراسمال الاحسن، هو الراسمال الافضل، وكل يعني احسن نموذج ليبيا. بارك الله فيك. وكل ما استثمروا في العنصر البشري نكتسبوا خبرات، نكتسبوا كذلك استقلاليه تدريجيه في هذا المجال، وبمزج هذه الرؤيه الطاقويه ورؤيه كذلك الصناعيه بدعم يعني الراسمال البشري، ضمن هذو هما مفاتيح النجاح، وهذو هما المفاتيح اللي راح ترتكز عليهم استراتيجيه في اللي تمشي 2035 اللي اليوم يعني على بالنا هو النقطه، يعني النقطه ديماراج ا ونمشيو للباء. وكذلك سطرنا في هذا المجال مخططات تفصيليه اللي تمس كل القطاعات وكل الفروع المجمع الكبير لاكثر من 176 مخطط، يعني كاين حتى مؤسسات يشملهم ثلاثه او اربعه مخططات، اكثر من 35 يعني تيماتيك. و يعني اللي هذا يعني كيفاش يقولوا ديكلينيزون، يعني اللي عندنا استراتيجيه وعندنا مخططات، لان الاستراتيجيه ما بقاش في الادراج فقط، رؤية جيدة. نعم، هي تنزيل المخططات. النظرة الاستشرافية لازمة. نعم. ولكن ما تكفيش، إذا ما تجسدت في مخططات عملياتية، دونك دي بلو أوبيراسيونيل. دقيقة بأهداف كذلك محددة، ونعرفوا شكون اللي راح ينجزها. متى؟ نعم. إلى أين؟ كل هالمخططات سنحاول التفصيل فيها. هذو مفتاح النجاح. نعم، شكرا. في اهمها مثل ما قلت، شركه مجمع سون الغاز هو مفخر الاقتصاد الوطني واحسن نماذج في افريقيا والعالم العربي في مجال استثمارات الضخمه التي قمتم بها سيد بنخراس. نجد مصنع التوربينات الغازيه والبخاريه بعين ياقوتة في باتنا الذي يعد اكبر مشروع في افريقيا والعالم العربي، متى يدخل المشروع مرحله الاستغلال؟ هو راهو في الاستغلال يعني منذ اشهر كنا عندنا عليه، وغدا يعني معليش اليوم مد سكوب
الاذاعه الوطنيه. غدوه ان شاء الله راح نتنقل الى بيتنا باش نبدو اشاف انطلاق اول تلبينات اللي راح تمشي الى بلد شقيق عربي في الشرق الاوسط، وراح تدعم اسطول انتاج تاع هذا البلد. وكذلك كاين تلبينات راح نستعملوها لاول مره في المحطات الوطنيه اللي هي محطه قماش 3 في بسكره، اللي كذلك من نهايه السنه ان شاء الله راح كذلك راح تكون اول تلبينات جزائريه صنع راح نستعملوها في انتاج الكهرباء في الجزائر. وفي نفس الوقت مع التصدير كل هذه السياسه او هذا المجد الطاقوي مع المجد الصناعي يسمح لنا في هذه الرؤيه وهذا نبين الانجازات الجيده للمجمع نظن اليوم، يعني كيفاش قدرنا نديروا هذا المزج وندخلوا في اندماج وطني جيد تدريجي في مرحله ثانيه. راح يكون نسيج صناعي عبر هذا لانه مركب انتاج راح يكون نسيج صناعي، وتكون مبادرات احنا مشينا فيها في هذا المجال باش نكون نمشيو في 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 نسبه ادماج يعني تدريجيه كبيره، ومع الشريك الامريكي جنرال الكتريك اللي هو شركه كريك ضخمه وجباره في العالم يعني نشتغل معها، وكان هذا يدل على هذه الثقه اللي وضعوها هذا البلد في اولا في الجزائر، وهذه المؤسسه في مؤسسه صنع الغاز ومشات في شراكه وعطاو له لابيل، يعني عندنا له لابيل هذا المصنع العلامه واسمه جيات يعني جي او اتي. واش معناتها جنرال الكتريك الجيريان توربانيس، معناتها راهو عطانا هذه العلامه. وكذلك نمشيو يعني معاه في اسواق خارجيه بكل اريحيه، يعني نستعملوا هذه العلامه كذلك في ما يخص الاسواق الخارجيه. هناك طلبات الان؟ هناك طلبات وراح ان شاء الله راح تتزايد، وهذا يدخل في النظره كذلك استراتيجيه تاع السيد رئيس الجمهوريه اللي في كل مره تحدث على اول الاكتفاء الذاتي فيما يخص استعمال مثل هذه المعدات الهامه والمكلفه كذلك و التصدير. تصدير من ضمن اليوم الربح راهو على 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 جانبين، الجانب الاول هو استقلاليه طاقويه في استعمال مثل هذه المعدات في الجزائر، وجائحه الكوفيد احسن دليل على هذا، سمح لنا باش يكون عندنا استقلال في المعدات في الخدمات في الخبرات في الهندسه الى اخره، وتسمح لنا كذلك نمشيو في هذه عمليات التصدير اللي نظن اليوم راهي ناجحه وراح توصل. كاين طلب كثير على مثل هذه المعدات، حتى وكان هناك انتقال طاقوي اللي راح يرافق البرامج الوطنيه وحتى البرامج اللي في العالم تمشي فيما يخص الانتاج، ولكن يبقى الطلب. هي اول توربينات صنع جزائري. صنع جزائري راح تصدر ان شاء الله للخارج، المفروض منذ اشاره الانطلاق باش تمشي هذا. من هم اهم شركاء؟ العقود المنضيه وكل العقود، وكاين عقود راهي في محادثات باش افريقيا الشرق الاوسط في عده بلدان في العالم. اوروبا في عده بلدان في العالم. عطيت الناس كمل. كانت امور على بالك هذه مفاوضات في بعض الاحيان سريه ما نقدروش يعني، ولكن كنت في هذا البلاطو كنت عطيتك موعد منذ اشهر وقلت لك راح تكون ان شاء الله بوادر خير، راح نشتغلوا وراح يكونوا امور ملموسه في هذا المجال. اليوم رانا عطيناك الموعد ووفينا بالعهود تاعنا ووفينا بالموعد. بالتوفيق للجزائري الرابح الاول. سيد شاكر الخراس، مساله الانتقال الطاقوي هي جوهريه في برنامج رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون، اكد مخطط عام الحكومه على اعاده تفعيل مشاريع الطاقه البديله، ما هي سياسه المجمع في هذا المجال؟ اولا احنا في كل مره يعني تدخل بلي صنع الغاز راح تلعب دور فيما يخص المساهمه بطريقه فعاله بطريقه جديه وبطريقه ملموسه فيما يخص تنمية الطاقات الانتقال الطاقوي بصفة عامة، وفي شقه الخاص خاصة بالطاقات المتجددة. أولا بعدة عوامل، العام الأول عندنا خبرة مكتسبة في هذا المجال، اليوم عندنا أكثر من 23 محطة راهي في الاستغلال على المستوى على في الشمال في الهضاب العليا وحتى في الجنوب الكبير حتى في الشبكة المعزول وحتى في المناطق الحدودية. مشينا في برنامج تاع اكثر من 75 ميغا وات بالهجيره، 50 منها راهي في الخدمه، الباقيه ان شاء الله من نهايه السنه تدخلوا محطات او ثلاثه في بعض المناطق الحدوديه، من قبل الصيف ان شاء الله القادمه ننتهي من البرنامج وتعميم ليبريداسيون يعني الطريقه الهجينه يعني بالديزل اللي الان يشتغلوا بالديزل، يعني نخفضوا كثير استعمال واستهلاك كميات كبيره من الديزل والغازوال، ونفسهم يستعملوه في السيارة، نستعملوه من أجل الإنتاج في بعض المناطق الجنوبية، توربينات وكذلك محركات ديزل. اليوم رانا عندنا أكثر من 30% من اندماج الطاقات المتجددة في هذه المناطق،
اكثر من 30 منطقه في الجنوب الكبير. الحمد لله نجحنا في هذه المرحله. عندنا 22 محطه كذلك في الشبكات المرتبطه، اكثر من 350 ميجا واط في الخدمه. محطه على طريق الرياح في اضرار حتى ولا هي تجريبيه 10 ميجا واط باش نشوف يعني وماشي في البرنامج كذلك فيما يخص الطاقه الهوائيه. ورانا عندنا في مع شركه مع شراكه مع سوادراك في ان شاء الله في الاسابيع القادمه راح تكون هناك مناقشه هامه وهامه جدا، مشروع كبير للشق الاول او المرحله الاولى ل 500 ميجا واط. راح تكون محطات كبرى في الجنوب، خاصه الجنوب الغربي الجنوب الشرقي. حددنا حتى المناطق يعني في راح تكون ممكن ان شاء الله في بشار في 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 الواد في 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 ولاد جلال في بسكرة. نظن راح ندعم الشبكه الوطنيه ونمشيو بطريقه ملموسه في المرحله الثانيه اللي هي تعميم الطاقات المتجدده، ونمشيو في نسبه اندماج طاقوي يعني ميكس انرجيتيك جيده ان شاء الله في بدايه هذا البرنامج. وهذا مجال يشاركوا فيه الكل يعني احنا راح نساهموا كمتعامل وطني عمومي. نعم بدو اشاره جيده، ونظن ليكو سيستم راه يمشي باش نمشيو. تقريبا 150 ميجا وات الهدف. نظن كيكون الظروف تكون مهيئه، كان هناك جانب قانوني راهم يشتغلوا عليه في وزاره الطاقه وكذلك الطاقه المتجدده وفي حتى الريجولاتور يعني لاكراك لجنه الضبط، والامور كذلك على الميكانيزمات التموين كذلك يشتغلوا عليها. لان هذه هي انا ديما نقول الطاقات المتجدده تقنيا ماهيش صعيبه. نعم المشكل تاع الطاقات المتجدده والعامل الاساسي يكمن في هندسه التموين يعني لانجينيري فينونسيير، كيفاش نصيبوا هاد الهندسه التموين وكذلك الشراكات اللي يقوموا بها باش نمشيو في ننجزوا بسعر اقل والكومبونساسيون تكون صغيره. نظن راح يكون هناك يعني انطلاقه جيده لهذا المجال. نظن البرنامج راح يكون طالع والسنوات القادمه راح تكون بادره خير حتى في استراتيجيه المجمع سون غاز الانتقال الطاقوي عنصر هام و محور ترتكز عليها الاستراتيجيه الجديده. نقطة أخيرة ولو أنه في نقاط كثيرة لو وددت تطرق إليها معك سيد بوالخراس، الجزائر تحتضن مارس المقبل أشغال جمعية شركات الكهرباء الإفريقية، هو حدث قاري بامتياز، هل سيكون فرصة حقيقية لبداية مرحلة جديدة للتعاون الجزائر المجمع مع القارة الإفريقية؟ احنا رانا مدينة الجزائر متواجدين في عدة بلدان إفريقية، في مجال التكوين رانا موجودين في 10 بلدان إفريقية، كون أكثر من 1000 متربص. اليوم الاسبوع القادم كتبدا مرحله جديده فيما يخص التكوين مع بوركينا فاسو مع عده بلدان افريقيه. ماشي كذلك في تصدير الخبرات في الانجازات في تصدير المعدات العدادات الى اخره. نظن اليوم رانا في نشاط كبير في هذه القاره. القاره هذه عندها واعده جدا، طلب بتزايد 50% مش موجوده بالكهرباء، افريقيا على اثنين ما عندوش يعني الكهرباء، اكثر من 645 مليون نسمه ما عندهاش الكهرباء في هذه القاره. فرص واعده وحنا وعندنا الامكانيات، نضم بتشجيع كذلك الدوله فيما يخص الاخر في المنطقه الحره الافريقيه، كل هذا المجال ديناميكي رانا نشتغلوا فيها على مستوى القاره، الاتصال، الدبلوماسيه الطاقويه اللي رانا نقوموا بها على هذا المستوى، وكذلك حتى مع يعني وزاره الخارجيه كذلك ديناميكيه كثيره، نضم بالتواصل راح تكون عندنا انجازات في هذه القاره الواعده وهذه هي قاره المستقبل. ستكون لنا فرص اخرى سيد المدير العام لجمع سوداغاز سيد شهر بوالخراس، سعدنا كثيرا بالحديث اليك. شكرا. اشكرك سيده. شكرا مستمعينا للقاء.